مجلس النواب العراقي يواصل عقد جلساته بإدارة مؤقتة لمن ينوب عن رئيس المجلس بعد فراغ مقعد الأخير من إشغال المنصب على أثر إنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي من البرلمان في نوفمبر الماضي بقرار قضائي أحدث ضجة بين الأوساط السياسية والشعبية حول شرعية القرار من جهة ومن سيحل محله ويشغل هذا الفراغ الرئاسي للبرلمان العراقي من جهة أخرى، والذي انعكست تداعياته على جلسة اختيار المرشح الذي سيشغل مقعد رئاسة مجلس النواب من بين 5 مرشحين تم طرحهم من قبل أطراف عدة. تلك الجلسة التي يفترض أن تحسم مصير المقعد الرئاسي البرلماني عقدت يوم السبت الماضي بعد تأجيلها أكثر من مرة لعدم التوصل لتفاهم سياسي حول المرشح المناسب. شهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة مساء السبت لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد خلفاً لمحمد الحلبوسي مشادات بين الأطراف السياسية المشاركة في الجلسة لوجود 5 مرشحين لمنصب رئيس البرلمان بعد انسحاب مرشح سادس، إلا أنهم جميعاً لم يحصلوا على أصوات النصف زائد واحد من العدد الكلي لنواب البرلمان الذي يخول أحدهم لتسلم المنصب، وهو ما تطلب إجراء جولة ثانية من التصويت والتي غير مسارها مفاوضات معمقة بين الأطراف السياسية داخل المكون السني بفعل حدوث انسحابات لبعض المرشحين والتوافق على تقديم مرشح واحد للمنصب. وقد تم طرح تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إعادة العمل بمجلس رئاسة البرلمان بدلاً من رئاسة مجلس النواب. التعديلات التي تم اقتراحها لتغيير نظام مجلس النواب الداخلي واجهت اعتراضات من قبل الأطراف التي قدمت مرشحها لرئاسة مجلس النواب، مما أحدث بلبلة خلال الجلسة ودفع رئيس المجلس المؤقت إلى رفع الجلسة إلى إشعار آخر وسط استمرار حالة الجمود السياسي في البلاد. ومنذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، تعيش القوى السياسية العراقية خلافات وصراعات بشأن اختيار من يخلفه في رئاسة البرلمان في ظل سخط شعبي لما يجري تحت قبة من المفترض أن تمثل صوت المواطن بدلاً من الانشغال بتنافس سياسي.